رجعنا مع حضراتكم وفقرة المميزة أسبوعيا مع المميز المتألق دائما عمر البنوبي. بنرحب بك يا عمر وأهلا بك في البيت الكبير. أهلا بك كابتن هاني رمزي. النهاردة بقى الأهلي بطل أفريقيا. الحمد لله الحمد عمر لله. كنا بنتكلم الأسبوع اللي فات وكنا دايما بنقول يعني إن شاء الله نحتفل الأسبوع اللي جاي وتكون موجود معنا. فيعني مبروك أولا على البطولة الغالية الكبيرة جدا جدا، وأنا عارف النهاردة عندنا حاجات وقلت في الانترو عندنا حاجات ان شاء الله تعجب الساده المشاهدين، ممكن تتعرض اول مره مش بس هنا في شاشات التلفزيون المصري او في مصر لكن على مستوى الوطن العربي. انت دايما سباق بالحاجات دي يا عمر ودايما متميز يعني حبيبي كابتن هاني، وجودك معانا شرف دايما يا عمر. اشكرك كابتن هاني، ان شاء الله تبقى حلقه كويسه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. واكيد بقى وتقول لنا مباراه القمه ومباراه نادي الاهلي والزمالك شفتها ازاي، انطباعاتك سريعا عليها ازاي، المكاسب اللي الناس ممكن ما تكونش شايفاها بشكل مميز او بشكل كبير، رؤيتك للمباراه دي سريعا يا عمر. يعني انا شايف انه الاهلي اظهر شخصيته، شخصيه البطل في المباراه دي تحديدا، يعني على مختلف المستويات. انت بتبدا بتسجل بدري، بيدخل فيك جول، تقدر ان انت في الوقت القاتل ترجع تاني لهوايتك وان انت تسجل تاخد بطوله، بتضيف النجمة التاسعة، شايفها منورة النهاردة كمان في القناة وفي كل حتة. يعني اعتقد غيروا التيشيرتات كلها للنادي الاهلي، اللوجو اختلف تماما. ده طبيعي، لازم انك بتضيف النجمة التاسعة لان ده انجاز تاريخي انت بتحققه كل سنة. ده ان شاء الله، وان شاء الله يا رب. يعني نتمنى انه على طول الاهلي في انجازاته وفي نجاح. انا شايف كمان انه كانت يعني ضربة موفقة جدا، الضربة القاضية، قدرت ان انت تفرض سيطرتك على القارة كلها كرويا. تجربتك، نجاح التجربة، نجاح التجربة الاستثنائية ان انت تراهن على بيتسو موسيماني انه يكون موجود ويتولى المهمة في وقت حرج جدا فنيا. اكيد حضرتك مدرب كبير عارف جاي في وقت صعب جدا قبل ماتش سيمي فاينل، بيفنش دوري، بيدخل على السيمي فاينل قدام بطل زي الوداد، ثم يوصل للنهائي قدام فريق محترم زي نادي الزمالك، يقدر انه يكسب اداء في وسط برضه ظروف الكورونا. احنا في ظروف استثنائيه على مستوى العالم مش بس في افريقيا، لكن كالعاده الاهلي بطل. ما اعتقدش ان النادي الاهلي كان يقبل بحاجه غير كده، يعني ولا جمهور الاهلي كان مستني حاجه غير كده. نتمنى كمان ان الاهلي يوفق كمان في مباراه السوبر الافريقي، انه كمان عنده نهائي كاس مصر كمان 3 ايام. اعتقد انه خلاص الاهلي رجع لحاله التحديات المتتاليه، قفلت صفحه دوري ابطال افريقيا، داخل بيفكر عنده بطولتين ورا بعض. اتمنى التوفيق ان شاء الله للفريق. اعتقد مكاسب الاهلي من البطوله دي لا كتير جدا جدا جدا، ممكن هنتكلم بقى كمان طول الحلقه في حاجات كتير تخص الموضوع ده ان شاء الله باذن الله. طيب خلال الحلقه هنتكلم كمان عن الدور او ردود الافعال مش بس في مصر، ردود الافعال كمان في جنوب افريقيا، ردود الافعال على مستوى العالم بالنسبه لفوز النادي الاهلي. هنتكلم كمان عن ردود افعال البايرن والتويتر اللي بعتها. فخلينا الاول ونرجع لي يمكن في بدايتنا خالص عمر، بدانا بكتاب كنت عملته عن المحترفين المصريين وكواليس كتيره جدا جدا، والنهارده انت قلت لي حتى قبل الهوا هنتكلم على واحد من المحترفين المصريين اللي يمكن ما يعني ما خدش حظه اعلاميا شويه، عمليه الاحتراف الخارجي وعمل تجربه اكتر من تجربه احترافيه بشكل كبير جدا بشكل رائع، محمد عبد العظيم او ما بين قوسين كده النادي الاهلي عارفاه بلقب عظيمه. بالظبط، يعني هو واحد من ولاد النادي الاهلي كابتن عظيمه. يمكن هو بدأ مشواره في النادي الأهلي من حلوان وبعد كده موجود في فريق النادي الأهلي أعتقد كمان عصر حضرتك قبل ما تسافروا انتوا الاثنين في نفس الدفعة يعني بالزبط. وسبحان الله وجهتكم انتوا الاثنين برضو استقرت في ألمانيا بعد كده يعني. يمكن كابتن عظيمة أو عظيمة زي ما الجمهور النادي الأهلي عارفه، الناس عارفاه لما رجع واشتغل مدرب في قطاع الناشئين في النادي الأهلي، ولما اشتغل فترة مع الفريق الأول في فترة الهولندي مارتن يول. لكن وهو لعيب ليه عظيمة سافر بدري؟ سافر برضو في سنة 90 تحديدا في أغسطس 90، خرج من الأهلي، جاله عرض من نادي فورتونا كولن الألماني. والعرض ده بالمناسبة برضو المعلومة اللي حتى كانت جديدة عليا، أن العرض ده جابه مصري مقيم في ألمانيا اسمه فؤاد حسان الله يرحمه، خلاص توفى، كان عنده وكالة تسويق لاعبين في الوقت ده في ألمانيا، وهو اللي جاب العرض. ووقتها عظيمة سافر على ألمانيا وابتدى انه يلعب مع نادي فورتونا كولن. هو ما كانش بيلعب في بوندز ليجا 1، هو بيلعب بوندز ليجا 2 بالظبط. ويعني كانت خطوة جديدة على الكرة المصرية ان لعيب ياخد مغامرة زي دي. دايما اللعيب بيفضل انه يروح على فريق دوري ممتاز، فريق بطل، فريق كبير علشان يحقق طموحه. لكن مشواره لما نبص عليه، هو بدأ في فورتونا كولن
قدر ان هو يثبت نفسه، بيشارك ماتشات كتير، عنده يعني في اول موسم ابتدى يشارك اساسي، قدر انه يسجل اهداف. خلي بالك برضو القسم الثاني السبايتا بوندز ليجا دوري قوي جدا، دوري على مستوى الفيتنس، على مستوى المهاره، على مستوى السرعه، دوري قوي قوي وجماهيري يعني جماهيري. قوي وجماهيري بشكل فظيع يعني. يمكن احنا حتى معانا هنا بعض صور والفيديوهات كمان لبدايه المشوار، يعني مثلا هو له مثلا مباراه قدام مابن سجل هدفين في الدوري، عنده ماتش شهير جدا قدام شالكا، كان ماتش صعود شالكا اصلا للبونز ليجا، كان ده اخر مباراه في الدوري في بونز ليجا 2، ويمكن في المباراه دي كان يانز ليمان هو حارس مرمى شالكا، كان الكلام ده في 91. وبالمناسبه يعني يانز ليمان اتعقد من المصريين، يمكن كابتن عظيم حط فيه جول حلو جدا، حضرتك جيت بعد كده في فيردر بريمن بقى في بونز ليجا كملته وحطيت جول حلو جدا في مرماه، يعني فهو يعني يتعقد من اللعيبه المصريين بعد كده. في الوقت ده ماتش شالكه تحديدا لما تيجي تتكلم عنه يا كابتن هاني، انه برضه لعيب طالع من النادي الاهلي في مصر متعود على الجماهيريه الكبيره، ماتش شالكه ده كان حضره 55,000 متفرج اخر ماتش، هو ماتش صعود على ملعب شالكه. جماهير شالكه انا عارف جماهير شالكه كمان من افضل ومن اشرس الجماهير في البوندز ليجا، وهم كانوا في السفايتا بوندز ليجا الدوري الدرجه الثانيه، فتخيل المباراه اللي هتوصلهم بقى للصعود يعني. يعني حتى احنا لما نشوف الفيديو وهو بيتعرض هتشوف شكل الجمهور والعدد والحضور، ولحد النهارده بيرجعوا يتكلموا في الذكريات. يعني لا دي ماتشات من الدوري النمساوي، لا احنا عايزين نشوف عاوزين نشوف شالكه قبل ما نروح للنمسا يعني. هو يعني في الوقت ده قدم نفسه بشكل كويس في المانيا، انتقل بعد كده لنادي ارمينيا بيليفيلد ولعب معاه، يمكن هنا ده ماتش هو عظيمه رقم 10 اللي اتعمل عليه الفاول ده، يمكن هو اللي عمل الفاول، هو اللي هيجيب الجون وجاب جونين، كان من فرقته خسرانه 3-1 هيجيب جولين ورا بعض يمكن احلى من بعض الحقيقه يعني. ادي الجول الاول، يمكن كده النتيجه بقت 3-2 بين فورتونا كيلن وبين مابن، وهيسجل هو هدف تاني من ضربه ثابته، قدر انه يعمل نتيجه كويسه ايجابيه، فرقته ما تخسرش في المباراه دي، عمل شكل كويس في التوقيت ده يعني. يمكن الناس بتشوف ممكن بتشوف الكلام ده لاول مره برضه، خلي بالك انا باكد الكلام ده، المباريات دي صعبه جدا، وزي ما بقول السفايتا والدوري الدرجه الثانيه في المانيا دوري قوي جدا، وشايفين دي كمان اهداف مؤثره يعني ما شاء الله، كمان بيحرز من كرات ثابته بشكل اكتر من رائع، وكان قبلها جايب جون بدماغه، فيعني عمل شكل كويس. الكرات الثابته دي كمان لها قصه بعد كده، يمكن هو كمل من ارمينيا بيليفيلد ولعب لهومبورج ولعب لأولدنبرج، وسنه 94 اخذ خطوه ثانيه، يمكن هي من الخطوات بقى القويه في مشواره، انه انتقل من الدوري الالماني درجه ثانيه لبقى البوندس ليجا 2 لانه يلعب للدوري النمساوي. في الدوري النمساوي يمكن عظيمه لعب لفريق شتاير كان دوري ممتاز في وقتها يعني، لعب في الفتره دي اهداف له ده مثلا في اوستيريا فيينا برده من ضربه ثابته، يمكن معظم اهدافه في الدوري النمساوي جاب خمس اهداف في الدوري من ضربات ثابته، فالصحافه النمساويه وقتها اطلقت عليه انه عين الرادار، انه عين الرادار المصري، عظيمه سجل اهداف ولعب مباريات كبيره هناك، وصل ان هو لعب كان هو تاريخيا عظيمه، هو اول لاعب مصري يشارك في بطوله انتر توتو كاب، واول لاعب مصري يسجل هدف في البطوله دي، كان برده مع شتاير سجل هدف في اراكليس اليوناني، وسجل ولعب قدام اينتراخت برانشفايك في برده في البطوله دي، وعمل ماتشات كبيره جدا الحقيقه. كانت دي التجربه، لعب موسم ونص مع شتاير وقدم مستويات كويسه جدا، دوري النمساوي في الوقت ده كان بيبتدي يتطور، و يعني اعتقد ان التجربه النمساويه هي بالنسبه له كانت الأكثر يعني الاكثر ظهورا في اوروبا في الوقت ده. بعد كده خد تجربه يمكن دي لها صوره هتتعرض النهارده لاول مره، تجربه في دوري الكوري، الدوري الكوري يعني يمكن دي نقله برضو من نقلة. كان في ما بينهم في ستيب ولا هو طلع من لا هو طلع من الدوري النمساوي على الدوري الكوري يعني. هي الصوره دي في نادي اولسان هيونداي، وده هو اكبر نادي في كوريا، وقدر انه يلعب معاه الموسم، اخذ معاه لقب الدوري الكوري
يمكن هو اللعيب المصري الوحيد اللي واخد بطولة الدوري الكوري، وما اعتقدش انه الاهلي ما اعتقدش ان في لعيب مصري يفكر انه يروح يلعب في كوريا يعني. لكن بس خلي بالك برضه، خلي بالك الكرة في كوريا كرة متقدمة سريعة جدا جدا، تكتيكية بشكل كبير، بيلعبوا يعني سريع، عندها جزء حضرتك بتعمل عملت ماتشات مع المنتخب الاولمبي كذا مره مع كوريا وبتقدر تطبق عليهم خطه يعني. حتى صحيح. كابتن جوهري الله يرحمه كان برضو يحب يلعب مع كوريا يطبق عليهم خطه بالزبط. يشوف هيقدر يواجه السرعات ازاي، الانتشار بتاعهم وسرعه نقلهم من الدفاع للهجوم بالظبط. فهو قدر خد لقب الدوري، وصل انه سيمي فاينل بطوله اسيا كمان في الرياض سنه 97، وبعد كده رجع المانيا تاني، رجع لعب في هومبورج ورجع بقى اعتقد انه كمان يعني اختتم مشواره في المانيا الكلام ده سنه موسم 99 2000، ثم اتجه بقى للتدريب بعد كده يعني. في مرحله التدريب هو اشتغل، عارفين كمان ان محمد عظيمه من ضمن الناس القليله برضو اللي معاه البرو لايسنس على مستوى اللايسنس التدريبيه، دي حقيقه يعني هو دارس كويس ومازال محاضر في الدوري الألماني في الدوري الألماني في الوقت الحالي، هو موجود في المانيا في الوقت الحالي، وبخلاف كده اشتغل مع يعني عمل يمكن دي رخصته هو هيتفاجئ ان انا عرضتها كمان دي مكتوبة الويفا برو لايسنس، دي اعلى شهاده تدريبيه بيطلعها او الاتحاد الاوروبي بيطلعها، ومن خلال الشهاده دي طبعا هو يقدر يشتغل في كل المراحل بدايه من المنتخبات الكبيره يعني الدوري، ممكن يضرب منتخب اول بالظبط، المنتخبات الاولى والدوريات الكبرى يعني، والدوريات الكبرى بالظبط، دي اكبر شهاده او اعلى شهاده يعني عن طريق الاتحاد الالماني والاتحاد الاوروبي بيسلمها للمدربين، ومن خلال كمان اللايسنس ده ممكن يكون محاضر كمان للمدربين بالزبط. وهو اعتقد بيعمل ده دلوقتي يعني. اه بالظبط، هو كمان اخر تجربه له كانت في الدوري العماني مع نادي ظفار، قدر ياخد دوري وكاس، خدهم بدون هزيمه، فيعني دي انجازات جدا. هو كمان مع النادي الاهلي في فرقه الشباب عمل انجاز ورقم غريب جدا، اخد بطوله الجمهوريه جيل عفروتو واحمد شكري وشهاب بالظبط، اخد معاهم بطوله الجمهوريه بدون ما يدخل فيه هدف يعني، مش بس ما يتغلبش، ما دخلش فيه هدف طول البطوله دي برضو يعني يعني رقم في على مستوى تدريب الناشئين برضو مش سهل يعني. لكن هم دول اولاد النادي الاهلي يعني، برضو حتى اولاد النادي الاهلي في التجارب سباقين، بياخدوا خطوات، عندهم روح المغامره شويه، بيشوفوا بيحاولوا ان هم يسافروا يشوفوا دوريات مختلفه، خبرات مختلفه، والاهلي استفاد منهم بعد كده. يمكن كابتن عظيمه اشتغل مع الفريق الاول، واشتغل مع مارتن يول، اشتغل معاه الفتره اللي كان موجود فيها، والحقيقه برضو اللغه الالمانيه سهلت التواصل بينه وبين مارتن يول في الفتره اللي كان موجود فيها. اعتقد ان التجربه مختلفه شويه في تاريخ المحترفين المصريين، مش سهل ان حد يغامر انه يلعب بونز ليجا 2 مش 1 وانه يخرج ويجرب، لانه كمان انضم المنتخب بعد كده، فايتسا كان واثق فيه جدا، كان صحيح. مؤمن بقدراته، فايتسا ضمه، كابتن جوهري ضمه فتره من الفترات، كابتن محسن صالح كمان ضمه المنتخب مصر فتره من الفترات في التسعينات، عنده 25 ماتش دولي، اعتقد ان هو مسيره يفتخر بيها ودي حاجه أكيد. كويسه أكيد. ممكن الاعلام ما سلطش عليها الضوء، وبرضه في الوقت ده في بدايه التسعينات ما كانش فيه لا سوشيال ميديا ولا كان فيه متابعه بالشكل الكبير، يمكن الناس فيه بتشوف الاهداف دي لاول مره انها تتفرج على حاجه زي دي. واتمنى الجون اللي جابه كمان في شالكا اتمنى نعرضه، حاجه هايله قوي يعني. هو كان فرويد هايل، بس لو كان لعب في مصر كان ممكن كمان يبقى وضعه مختلف شويه، كمان لو كان اعتقد كمان استمر شويه او انتقل لاحد الانديه في البوندز ليجا. بالمناسبه جاله عرض يا كابتن، يعني جاله عرض، لا هو مش الجول ده يا جماعه، ده في النمسا، هو جول جاله عرض من مونشن جلادباخ. بمناسبه ايه تفاصيل عرض مونشن جلادباخ دي، قصه برضه يا كابتن هاني، انه في الوقت ده الكلام ده سنة 91 كانوا بيلعبوا كاس المانيا، وقدروا ان هم يوصلوا دور 16 فرقه فورتونا كول، وكان سجل هدفين في النسخه دي، وكان اول هدف للمصريين في كاس المانيا برضه هو اللي سجله، فوصلوا ان هم بيلعبوا في دور 16، ده الجون اللي جابه في يانز ليمان يعني، هو اللي بدا الهجمه، وبعدين الكره عرضيه حطها بالهيد من منطقه صعبه قوي، صعبه قوي وحلوه قوي يعني، من مكان صعب جدا. وينز ليمان ده طبعا يا جماعه من افضل حراس المرمى يمكن جنب في تاريخ المانيا، من الحراس الكبار، وقعد فتره طويله جدا جدا مع اف سي شالك يعني. لو سمعنا صوت الفيديو ده بالمناسبه، المعلق نفسه بيقول عظيمه اللعيب المصري اللي جاي من النادي الاهلي في القاهره يعني. طبعا خلي بالك هو ذكر اسم النادي الاهلي ده مرتبط بيك يعني، في كل ما تروح حته، في كل ما تروح مكان في اوروبا دايما النادي الاهلي اسمه كبير. محمد
هكمل لنا موضوع مونشن جلادباخ ليه ما راحش مع ان نادي كبير يعني. هو اللي حصل انه لعبوا ماتش دور 16 في الكاس، مونشن جلادباخ قدر انه يكسب فورتونا كولن وانهى التجربه المغامره بتاعتهم. كانوا عملوا ماتشات كويسه في الدور التمهيدي ودور ال 32. ساعتها طلبوا عظيمه من فورتونا كولن. فورتونا كولن ساعتها طلب مبلغ كبير، وكان في لعيب سويدي جابه مونشن جلادباخ، قالوا لا احنا اللعيب السويدي ده التكلفه بتاعته هتبقى اقل في التعاقد، فاحنا هنجيبه مش هنقدر نجيب عظيمة. مش فاكر تقريبا فساعتها حتى هو عظيمة زعل جدا من انه الخطوه دي ما تمتش، لانه عمل فعلا ضدهم ماتش كبير جدا قدام مونشن جلادباخ. هو في بطوله الكاس في النسخه دي تحديدا جايب جونين وعامل مباريات قويه وادى اداء قوي. يعني انا دايما بحترم اللعيب اللي يقدر يجاري قوه وسرعه الكوره في الدوري الالماني. يعني البطولات الالمانيه سرعه وقوه قويه جدا. ممكن الناس ما بتشوفش دوري الماني كتير هنا في مصر، لكن الدوري الالماني من الدوريات اللي اللعيب لو قدر انه يواكب القدرات الفنيه بتاعه اللعيبه المنافسين اللي حواليه ومنافسينه في فريقه هو، لا يثبت ان هو لعيب فعلا كواليتي عالي. يعني في جزء التسعينات والالفينيات كان الجزء البدني اعلى بكتير قوي من دلوقتي كمان. دلوقتي التكتيك والمهاره بقت بالظبط بنشوفها بشكل اكتر، لكن يعني ساعه مع عظيمه وانا كنت موجود وعماره وياسر رضوان الموضوع كان مختلف شويه. كان صدقني احنا كنا حاسين ده لما بتنزل كل تمرينه، انت لو مش بتادي 100% هتلاقي الناس عايزه تاخد مكانك وسبقتك، ممكن تسبقك، ولو سبقتك هتقعد تحارب تاني عشان تاخد مكانك. فكان العمليه صعبه، يعني الناس ما تفكرش الموضوع سهل بالظبط. يعني انا شايف انه كانت تجربه هايله، وبتمنى التوفيق طبعا لكابتن عظيمه، واحد من ولاد النادي الاهلي من المدربين الكبار، واتمنى نستفيد بيهم كمان في مصر هنا، يكون له برضو تجارب اكتر الفتره اللي جايه. ما اعرفش هو حابب ليه بيكمل بره طول الوقت، يعني حابب الاردن عمان عمل اسم هناك كويس واخد بطولات، فهو برضو كل واحد بيبقى له ملعبه يعني بيبقى مركز فيه. هو يستحق فرصه كمان هنا في بلده بصراحه، يعني على أكيد. على مستوى التدريبي يعني عنده لايسنس محترمه واشتغل في قطاع الناشئين، عنده خبرات في قطاع الناشئين واشتغل على مستوى المنتخبات كمان وعلى مستوى الانديه، فهو يستحق كل التقدير. وزي ما انت بتقول دايما احنا يعني احنا بنقول الكلام هنا في البيت الكبير ليه؟ يعني البيت الكبير ما بينساش حد، وانت بالزبط. ما شاء الله يا عمري كمان بتخش في ديتيلز ناس كتير ما تعرفهاش، وبتبين للناس مشوار بعض الناس اللي ممكن تكون على ايام السوشيال ميديا ما قدروش يظهروا بشكل كويس. فزي ما انت بتقول دايما ولاد النادي الاهلي اللي بيخرجوا وبيحققوا نجاحات بره لازم كمان نسلط الضوء عليهم بشكل كبير، يعني وهو يستحق بصراحه محمد يعني بالظبط يعني يستحق كل التقدير، ويعني تجربه مفيده، ويعني ان شاء الله باذن الله يعني يكون لي كمان نصيب ويتواجد. هو دلوقتي في المانيا في المانيا طب نتاكد منه. جود نابن محمد عزيمه جود نابن بجزيا اليس كلا warum lachst du jetzt warum عشان طيب. صراحه ان حد بيتكلم انا رد. ازيك يا عظيم؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا هاني؟ اخبارك يا حبيبي؟ اخبارك يا نجم؟ كويس إيه؟ الحمد لله يا حبيبي. الحمد لله طبعا حبيبي. طبعا في البدايه طبعا نتبارك للنادي الاهلي لبطوله افريقيا، وامبارح برضه الفوز في الكاس، وان شاء الله الاهلي يجمع بين بطوله الدوري والكاس وافريقيا ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله طبعا مشرفنا صديقك عمر البنوبي، وبنتكلم على مشوارك الاحترافي من خلال وجودك في المانيا، من خلال وجودك في النمسا، ورحت كوريا وتجربه احترافيه عظيمه ومشوار طويل عظيمه، ويعني بنتكلم وفخورين ان واحد من ابناء النادي الاهلي عمل هذا المشوار العظيم. فطمنا دلوقتي انت واصل فين وبتعمل ايه حبيبي؟ انا اخبارك ايه؟ وطبعا تحياتي للاستاذ عمر اللي انا في الحقيقه متابعه كويس جدا جدا، راجل ما شاء الله عليه متابع جميع المحترفين اللي موجودين او في تاريخ كره القدم المصريه. يعني ربنا يخليك يا كابتن محمد. ما شاء الله عليه، يعني دي حاجه كويسه لينا كمحترفين سابقين في اوروبا. كان طبعا الكابتن الكبير هاني رمزي اللي موجود معانا دلوقتي، بس انا اتكلم معاك كمقدم في البرنامج دلوقتي. لاعب كبير وتاريخ، وطبعا حبيبي يا محمد ما شاء الله عليه مدرب، ووصلنا طبعا للاولمبيات وعنده تاريخه الكبير ما شاء الله كمدرب. لما اتكلم مع طبعا مع الكابتن هاني دلوقتي كمقدم برامج، في الحقيقه انا متابعه بقالي من اول لما بدا ان هو يعني ينقل مؤقتا. انا حاسس ان هو ينقل مؤقتا فعلا مؤقتا كده الى
انما ما شاء الله عليه برنامج كويس جدا جدا هايل، ومعاه برضه الاستاذ كيان تقريبا انا متابعهم كويس جدا وباخد اخبار النادي الاهلي كلها منهم طبعا. انا حاليا كابتن هاني واستاذ عمر، انا حاليا في المانيا راحه يعني كده مؤقته، حضراتكم عارفين ان في كورونا موجوده بقى لها حوالي 7 أو 8 شهور، فيعني في راحه كده مؤقته. انا كنت في اخر حاجه اللي هي كنت في نادي الظفار العماني، والحمد لله ربنا كرمنا وخدنا بطوله الدوري هناك بدون هزيمه، وعملنا تاريخ غير مسبوق يعني، خدنا البطوله بنقط بعدد نقاط اكثر في التاريخ الكره العمانيه، وخدنا معاهم الحمد لله الكاس. اشتغلت برضه بعدها مع نادي النجمه، يعني الحمد لله رب العالمين كل فاضل ده علينا ان احنا بنحاول نشرف طبعا الكره المصريه في اي مكان بنتواجد فيه. لا وانت تاريخك يشرف عظيمه بصراحه، وحتى على مستوى التدريب بجد يعني مش مجامله، ويمكن يعني فترات قبل كده يعني عدم وجود السوشيال ميديا اكيد، لكن عمر ما شاء الله بيقوم بالواجب، وهنا في بيتنا في البيت الكبير قناه النادي الاهلي انت ولد يعني ابن من ابناء النادي الاهلي. طيب مشوارك او بتفكر ازاي في الخطوات اللي جايه عظيمه؟ هل مستقر في المانيا؟ هل ستعود للقاهره؟ يعني قول لنا برضو بتفكر في ايه، وخاصة خلاص احنا دلوقتي داخلين على 2021 وطموحاتك ايه السنة الجاية؟ طبعا كل سنة وانتم طيبين. انت طيب. يعني احنا داخلين كمان كلها شهر ونخش السنة الجديدة. والله انا جات لي عروض في مصر بس لم نتفق يعني في العقد يعني. عروض من اندية الدوري الممتاز عظيمة؟ دوري الدوري الممتاز كلموني بس لم نتفق على بنود العقد. انا ماجلها شويه ان شاء الله، لما تيجي حاجه كويسه في مصر ان شاء الله اكون متواجد فيها، وحاجه تشرفني طبعا ان انا ارجع واشتغل في مصر. زي ما حضرتك عارف يا هاني ان انا برضو معايا الحمد لله بروفيشنال ليفل، فده برضو بيأهلني ان انا اشتغل في اي حته صحيح في العالم كله يعني. صحيح. في العالم كله الحمد لله رب العالمين. فطبعا اشتغلت في الدول العربيه، اشتغلت في مصر برضه مع النادي الاهلي، والحمد لله رب العالمين كان لنا الشرف ان احنا خدنا مع النادي الاهلي الدوري. اشتغلت طبعا كمدير فني بعد كده في نادي الظفار، نادي النجمه، نادي الاهلي البحريني، يعني كنت ماسك منتخبات زي ما حضرتك عارف. صحيح. انما انا في الفتره اللي جايه دي انا يعني بفكر ان اي حاجه تجيلي كويسه تساعدني على شغلي وتساعدني على طموحي وعلى اني اعمل نتائج كويسه. فان شاء الله رب العالمين لو في حاجه كويسه في الفتره اللي جايه اكيد طبعا هنوافق عليها، واكيد انتم طبعا اول الناس اللي هتعلن فيها ان شاء الله رب العالمين. كل التوفيق ليك عظيمه، يعني وجودك انت شرف كبير جدا وعملت تاريخ طويل. عمين. وان شاء الله نتمنى لك التوفيق كواحد من ابناء النادي الاهلي، كل التوفيق ليك عظيمه ان شاء الله ومستقبل باهر باذن الله. شكرا جزيلا. حبيبي انا متشكرين جدا، ومسلمين على الناس كلها اللي عندك، يوصل يا نجم. تحياتنا للاستاذ عمر. اشكرك يا كابتن محمد. شكرا محمد. شكرا. عظيمه الشخصيات الرائعه، ويعني تاريخ يقدر يبني عليه ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. هي مفاجاه حلوه، اعتقد انه زي ما قلنا مش هنزود على الكلام اللي اتقال والله يا كابتن هاني، بس انا بفرح دايما لما يكون في نماذج مشرفه ومشرف لمصر كلها، اولاد النادي الاهلي دايما مشرفين حتى بره وجوه. الاهلي مدينا كمان حاله طاقه ايجابيه كبيره جدا بعد بطوله افريقيا، فالحقيقه كلنا مبسوطين، واتمنى دايما انه هنا في مصر نستفيد من الكوادر اللي خدت خبرات برضو في اوروبا. ده يفرق كتير، زي ما كنا اتكلمنا الحلقه اللي فاتت انه لو افريقيا بتعمل تطوير يكون بولاد القاره مش يجي لنا من بره. اتمنى برضو في مصر احنا لما نطور بولادنا اللي عندهم خبرات بره واللي استفادوا واللي هم عندهم كارير بره كويس وموجودين هنا، وحتى الناس اللي موجوده هنا في كوادر مصريه كتير كويسه، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله كلهم. طيب اكيد في قضيه كمان هنتكلم عليها، قضيه مش قضيه يعني، هو طبعا في جدل واسع جدا بعد رحيل مارادونا، وطبيبه الخاص او محامي بتاعه قال في شبهه جنائيه، واحنا حتى في الانترو كان عندنا يعني فيديو بدات حتى الشرطه الارجنتينيه تقتحم العيادات وتسال الدكاتره ايه القصه دي، الدنيا ماشيه ازاي هناك في الجزئيه دي. يعني هو الموضوع فعلا فيه جدل كبير قوي يا كابتن هاني،
شايفين انه بعد وفاه مارادونا ظهرت حته ان المحامي بتاعه قال لا في شبهه جنائيه وفي اهمال طبي، بدات الشرطه الارجنتينيه تداهم عيادات ومنازل الاطباء اللي كانوا مشرفين على العلاج. وحتى النهارده شفت في الانترو كمان الخبر بتاع الطبيبه النفسيه اللي كانت بتتابع حاله مارادونا تمت مداهمه منزلها وعيادتها. فاعتقد انه التحقيقات لن تسفر عن شيء، يعني لانه هو برضه في النهايه الطبيب مارادونا قال كلمه عجبتني جدا، قال انا بذلت كل اللي اقدر عليه مع مريض يصعب السيطره عليه اصلا. وده حقيقي، يعني مارادونا شخصيه صعبه شويه جداً. يعني صعب شويه، صعب السيطره عليه، يكاد يكون هو لا يلتزم باي تعليمات في حياته يعني. وهو شخصيه استثنائيه يعني مارادونا. قصه تانية، يمكن الفتره اللي فاتت بعد وفاه مارادونا انا قربت من عالم مارادونا شويه، عملت حوارات مع اللعيبه اللي لعبوا ضده في عز مجده من اول ما بدا لحد ما بطل. يعني يمكن اولهم ألين جيجر كابتن منتخب سويسرا، وراجل لعب ضده مع منتخب سويسرا في 80 وهو لسه بادئ مشواره مارادونا مع منتخب الارجنتين، كلهم بيتكلموا عنه. كل اللعيبه اللي سالتهم، فرانكي فيركاوترن بطل الصوره الشهيره لما كان لعيبه بلجيكا كلها محاصره مارادونا برضو، كلهم اجمعوا على انه مارادونا في الملعب شخصيه استثنائيه، عبقري، لعيب كوره، فنان، حاجة ما تتكررش تاني. كلهم أكدوا على إنه هما شايفينه أعظم لعيب في التاريخ، هما مبسوطين إنهم لعبوا ضده. يعني هو مارادونا حالة مختلفة قوي في تاريخ كرة القدم، حتى شخصيته والجدل الكبير اللي عاشه طول حياته لحد ما حتى بطل كورة واشتغل في التدريب شوية، دايما مثير للجدل. يعني ما تفهمش هو مارادونا عايز إيه. في نفس الوقت يعني لو اتكلمنا عن حياة مارادونا نفسها، حياة كلها ملخبطة، يعني حياته ملخبطه ما تفهمش، مغامره يعني. هو كان عايش حياته مغامره بالظبط طول حياته زي ما حضرتك قلت كده، حتى لحد ما مات. يعني حتى بعد ما مات عامل جدل برضه وعامل مشاكل، يعني حتى بعد ما مات. اعتقد انه مارادونا يعني شخصيه لن تتكرر في تاريخ الكره العالميه، لكن تحقيقات وكده ما اعتقدش ان هي هتسفر عن شيء. ما اعتقدش انا كمان، لكن في جزء مهم كمان، هو كمان مثل جزء مهم جدا جدا في تاريخ نابولي. نابولي من اعظم الفترات اللي لعب فيها مارادونا، واعتقد لغايه دلوقتي ما حدش هو عمل تاريخ نابولي كله، هو اللي عمل نابولي يعني الاسم الكبير لنابولي. لو اتكلمنا عن دوري، هو اللي جاب الدوري لنابولي. لو البطولة الأوروبية الوحيدة في تاريخ نابولي، مارادونا اللي جايبها 88. يمكن كنت بتكلم مع بطولة 88 دي بدأت قدام باوك اليوناني، ونزل الفيديو ده يا كابتن هاني. شايف الأجواء عاملة إزاي هناك في اليونان؟ معروف أنا بشجع باوك أصلا. جمهور باوك هو أعنف جمهور في العالم وأشرس جمهور في العالم. يمكن دي كانت أول مرة مارادونا يروح يلعب مباراة في أجواء زي دي، واول مره يشوف جمهور مش منبهر بيه، جمهور بيشجع فريقه وبيشجع ضد مارادونا. يعني هم يعني مش منبهرين ابدا ان مارادونا في الملعب. ويمكن ده 88 بعد 86 وبعد ما مارادونا بقى هو اعظم لعيب في العالم. شوف يعني شفت الصوره اللي عاملينها له دي، وان باوك هيخرج، هو رد عليهم بالكره دي اسيست عبقري لكاريكا البرازيلي. طبعا وقدر انه يسجل الهدف، ونزل الهدف ده هو هدف الصعود، وهو اللي فتح السكه لنابولي انه ياخد البطوله دي. وكان ساعتها فعلا يعني تحس ان باوك من الانديه الكبيره، يعني فرحه نابولي بالهدف. الموضوع كان صعب، الاجواء كانت غريبه. بالمناسبه كابتن هاني، يعني انا كلمت ثلاث لعيبه من اشهر لعيبه باوك في المباراه دي، كونستانتينوس ماليوفوس وده كابتن الفرقه وسنتر باك، واخد انذار رايح جاي عشان بمارادونا، ونيكوس كاراجورجيو، واحد في اليونان، وواحد صفر كان مارادونا اللي جاب الجون في ايطاليا يعني في سان باولو ماتش العوده. مارادونا لما شاف المنظر ده، يمكن ده برضه هيظهر هنا الخناقه دي كلها ليه. مارادونا رايح يلعب كورنر، الجمهور بيحدف عليه كوينز، دي كانت مشهوره في اليونان لحد النهارده. الكوينز دي صعبه جدا يعني، فهو بيحدفوا عليه الكوينز وهو رايح يلعب كورنر. فطبعا الشرطه اتدخلت والامن، واتحلت الحكايه والماتش كمل. لكن الحقيقه مارادونا بعد الماتش ده، وده هيظهر برده في الفيديو، طلع قال في حوار للتلفزيون الايطالي، قال لهم يا جماعه انا لعبت في كل مكان في الدنيا، انا اول مره اشوف الاجواء دي في حياتي. وجمهور باوك بيفتخر لحد النهارده بالماتش ده، بالنسبه له ان احنا قدرنا نخرج مارادونا عن شعوره، ان مارادونا يطلع يقول ان انا مش قادر، يعني ما شفتش حاجه زي كده قبل كده في مشواري الكروي. مارادونا في البطوله دي
كمل المشوار، اعتقد جاب جولين في يوفنتوس وصعد نابولي بعد كده. كان الدور الكام ده عمر؟ ده كان الدور الاول، دور الاول اول مباراه، اول مباراه. ولو ما كانش مارادونا سجل الجون في الذهاب وعمل الاسيست في الاياب ما كانش نابولي هيكمل، كان باوكا يصعد. باوكا الموسم اللي قبله خرج من بايرن ميونخ بالعافيه بضربات يعني الجزاء 9-8، كان في الوقت ده اهو ده مارادونا حتى يعني بعد الماتش قال لهم يا جماعه ما شفتش ده في الدنيا، يعني اول مره اشوف الحكايه دي. لدرجه انه يا كابتن في لعيب برازيلي مشهور جدا اسمه لويس فرناندو، لويس فرناندو ده كان بيلعب في باوك في المباراه دي، كان صديق كاريكا ولعب ماتش الذهاب والاياب. فهو لويس فرناندو عايش في دبي لحد النهارده دلوقتي. فكنت بتكلم مع لويس فرناندو في موضوع مارادونا ده، مارادونا بعد المباراه وهو مش مصدق نفسه يعني، وبيقول لهم يا جماعه انا مش يعني ما شفتش ده في الدنيا، هو مبين على وشه يعني بالظبط، يعني كان هيتجنن من المباراه دي. لويس فرناندو بيحكي لي بيقول لي انا قابلت مارادونا في الذهاب، وقفنا 10 دقايق نتكلم لان انا وكاريكا اصحاب، وهو صاحب كاريكا جدا، كان يحب كاريكا جدا، يمكن هم في نابولي عملوا ثنائيه خطيره. ده حقيقي، دي حقيقه. بيقول لي بعد ما كده ما قابلته في دبي بعدها باكتر من 20 سنه انا وهو عايشين في دبي بنتقابل، فوجئت بيه بيفكرني، بيقول لي فاكر لما كنت رايح العب الكورنر ويحدفوا عليا الكوينز واللي حصل في ملعب تومبا في باوك، ده من الماتشات اللي ما ينساهاش مارادونا، ماتشات تاريخيه. يمكن برضو الناس هنا اول مره تشوف الاجواء الغريبه دي، لكن جمهور باوك معروف طول عمره بالشكل ده. وكان بيحكي لي على جماهير باوك، اعتقد كان مين، كان حسام ابراهيم بيلعبوا وكابتن مجدي طلبه في نفس الجيل ده، هم لعبوا الثلاثه هم اللي بقى قالوا لي على الكوين ده، قالوا لي موضوع الكوينز ده كابتن هاني، مره اتحدفت كوينز على كابتن ابراهيم حسن، عمل مشكله وراح يضرب المدرج كله والشرطه جت ودخله كابتن حسام مكانه. استغربت يعني انا طبعا في المانيا يوم حتى لو كان في شغب في التسعينات بيبقى يحدف ازازه ميه، بس الموضوع قلت له كوينز، قال لي الكوينز دي ساعات بتوصل وبتعور في بتعور لانها قويه وصغيره وما تعرفش، ما انت يعني مين اللي حدفها دور بقى يعني. ما بقول لك راحوا الشرطه بسببها في مره في لارسا انا فاكر كويس جدا. لكن الماتش ده من الماتشات اللي مارادونا نفسه ما كانش بينساها يعني. طيب خلينا نروح لحاجه مهمه النهارده معانا، كانت معانا عمر وكان معانا النهارده، وهي مركز طبعا سكاي دايف فرعون ده للقفز الحر في مصر. نظمت النهارده اول فعاليه من فعاليات القفز الحر فوق طبعا سفح الاهرامات بمشاركه 15 من ابطال العالم في هذه الرياضه، 8 دول، وضمنت فعاليات فقرتين، واحده صباحيه وواحده مسائيه بتشكيلات مختلفه. النهارده كمان بيعتبر ده اليوم الاول من 6 ايام، يعني هم عباره عن 6 ايام. النهارده اليوم الاول اللي هتقام عليه هذه الفعاليات في اماكن سياحيه واماكن مشهوره في مصر كلها زي منطقه الاهرامات والنيل والعاصمه الاداريه الجديده، كل دوت في اطار ان الدوله كمان بتستغل الرياضه وبتستغل يعني السياحه الداخليه بشكل كبير جدا، بتعرفنا كمان على بلدنا الحلوه. الحقيقه بلدنا فيها مناطق كتيره جميله جدا، انا حتى على المستوى الشخصي كنت من يومين مثلا عند الهرم، بقالي كتير وانا طفل ما كنتش عند الهرم، حتى مستوى التطوير انت عارف منطقه الاهرام كمان هيبقى فيها تطوير كبير جدا جدا، فده جزء مهم جدا. ومصر كمان قادره على تنظيم فعاليات كتيره جدا جدا، احنا عارفين عندنا طبعا السنه الجايه كاس العالم لكره اليد، مصر قيمه كبيره جدا، ومن خلال البطولات ديت الناس كمان بتتعرف على حتت وعلى اماكن، واحنا كمان كمصريين بنتعرف على اماكن يمكن ما رحناهاش. فتعالوا نشوف مع بعض التقرير ده ونرجع نكمل فقرتنا المميزه مع المميز عمر البنوت. The climate is perfect. Temperature is perfect. I like the sunshine. It's not hot, not cold. This amazing jump, we are like celebrating something very unique. We are here to show how beautiful are the pyramids. The people are super friendly, I like that. We'll be right back.
flying is what we do. We take the camera to the sky. Without hesitation, I would recommend coming skydiving here. You see, you have one of the seven wonders in the world here, so it's a big, big plus. اكيد طبعا كل الشكر للدكتور اشرف صبحي ومنظمين هذه البطوله. زي ما قلت لكم كمان الدوله بتنظم بطولات على المستوى تعرف كمان الناس في العالم قد ايه مصر جميله. يعني بنتكلم على سفح الاهرامات، بنتكلم على مناطق كتيره جدا، لو راحوا بقى الاقصر اسوان، بتتكلم على اسكندريه، كل منطقه او كل محافظه في مصر ليها جمالها الخاص وطبيعتها الخاصه. فان شاء الله باذن الله مزيد من هذه البطولات وهذه الفعاليات الجميله اللي بتعرف كمان دي سياحه داخليه وسياحه خارجيه. ان شاء الله كل التوفيق، وان شاء الله مصر قادره على كل ما هو جديد ان شاء الله. مهم الكلام اللي احنا شفناه ده عمر، زي ما بقول لك كمان الناس بدات يعني على مجال التسويق الداخلي، ان احنا نعرف كمان بلدنا. مهم جدا الناس كمان تعرف من خلال هذه الفعاليات ان مصر بخير ومصر في امان وجمال، ويعني المناطق الحلوه قوي الموجوده في مصر. يعني يمكن التسويق الرياضي هو يعني اعلى درجات التسويق، لدرجه انه في بعض الكتب الاوروبيه اللي انا كنت بقراها عن التسويق تقول ان التسويق جزء من التسويق الرياضي، لان التسويق الرياضي دايما مرتبط بحته تشجيعيه والناس بتشجع وبتنتمي فيها، حته فيها انتماء. انت لما بتنتمي لفريقك بتبقى عايز كل حاجه تخص فريقك في الرياضه، بتبقى حابب تشوف كل حاجه تخص الرياضه دي. فاعتقد ان دي خطوات هائله جدا، وانا شايف ان الدوله كمان بتخطو خطوات عاليه قوي في اتجاه التطوير. يعني انا معدي من ميدان التحرير، منظره مبهر، كل حاجه في البلد بدات تتطور. انا ساكن عند الاهرامات، بشوف المنظر، المتحف الكبير، والكلام ده كله. لا اعتقد انه الدوله ماشيه في طريق بناء دوله حديثه، وهو ده يعني اللي يهمنا ونحن نفخر بيه قدام الناس كلها. وده ان شاء الله كده زي ما بنقول احنا عندنا مناطق سياحيه، والسياحه ان شاء الله باذن الله الوقت دوت في العالم كله السياحه يمكن متعطره شويه، لكن كمان دي بنيه اساسيه وعندنا يعني مستقبل يا كابتن. مستقبل ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طيب لو احنا جبنا سيره التسويق والفلوس، نتكلم على ميراث مارادونا، لان كمان دي قصه صعبه جدا، وانت قلت لي عليها. بدات كمان غير الجدل حوالين رحيل مارادونا، اذا كان قتل عمد او وفاه طبيعيه، لا كمان ده الورثه بداوا يشتغلوا من دلوقتي. يعني ايه الحكايه؟ بص، هو الموضوع كبير قوي يا كابتن هاني، يعني تعالى لي بقى في موضوع الورثه ده. قول. مبدئيا مارادونا الميراث بتاعه، يعني ناس كانت متخيله ان مارادونا ده عنده ملايين ومليارات. مارادونا لقوا في حسابه اقل من 100,000 دولار، ده اولا. تمام، فعلا، رغم انه كان في وقت من الاوقات كان بياخد 20 مليون علشان رئاسه فخريه للنادي. بس طبعا حاجات بتبقى انت فاهم بقى في المنطقه دي ما بتبقاش دايما منطقيه يعني. لكن في وقت من الاوقات هم بداوا يدوروا، طب هو مارادونا مين هيورثه؟ لا ده هيورثه كتير، طلعوا ان هو عنده 8 أبناء المفروض يورثوا شرعيين. الـ8 دول مش شرعيين بقى. في منهم واحده شرعيه، واحد اعترف بيه بعد كده، قال له انت في الاخر، قال له ده شبهي على فكره. بالمناسبه في بدايه لما اتهموه في موضوع الابن غير الشرعي في 88 اعتقد، قال لهم كل واحد شبهي تقولوا انه ابني يعني. فهو مارادونا يعني وصل لحد السنه اللي فاتت انه في 8 8 أبناء شرعيين. دول خلاص دول مش شرعيين، بس مش كلهم شرعيين، ستة غير شرعيين واثنين هو معترف بيهم، وهو بيعترف كل شويه بحد يعني. تمام. فهو في 8 بخلاف بقى زوجاته، وعنده بنت دايما اللي هي والدتها كلوديا دي على طول كانت في مشكله ونزاع قضائي مع مارادونا. فاعتقد انه ورثه مارادونا مش هيورثوا حاجه في الاخر يعني. طب قسمت كل واحد ياخد 1000 جنيه مثلا؟ مش هياخد حاجه يعني، الموضوع صعب جدا. هي حياه النجوم المثيره للجدل بتبقى بالشكل ده دايما، حتى بعد ما يموت تلاقي الموضوع مختلف وتلاقي حاجه غير متوقعه تماما يعني. والكلام ده داخل في قواضي يعني، بدا يشتغل في قواضي يعني؟ طبعا، خلاص في محامين شغالين من دلوقتي. يعني انت بتتكلم ان ثروه مارادونا في حسابه اقل من 100,000 دولار. اقل من 100,000. اقل من 100,000 دولار. طيب خلاص، معاهم ربنا بقى، كل واحد ياخد حسابه. لكن عايزين نتكلم وننقل نفسنا يا عمر، يمكن
في المباراه ان شاء الله، مباراه طلائع الجيش يوم السبت اللي جاي، واهميتها بالنسبه لمشوار النادي الاهلي. وكمان نتكلم على جزء، انت عارف طبعا الجزء الاعاره اللي رجع، وكمان استغناء عن صالح جمعه واحمد الشيخ وبادجي. يعني انا شايف انه مبدئيا فيما يخص صالح جمعه هو وضع طبيعي جدا جدا، واخد فرص كتير واستهلكها وما قدرش ان هو يقدم المردود اللي يليق بالنادي الاهلي ويليق حتى بموهبته اللي احنا شفناها وكلنا عارفينها. اعتقد كمان انه احمد الشيخ، انا شايف ان احمد الشيخ لعيب كويس ادى ما عليه طول ما هو موجود. مدربين كانوا بيختلفوا عليها كابتن هاني، صحيح. معظم المدربين، حتى في مدربين كانوا قريبين مني بشكل شخصي لما كنت بتكلم معاهم بدون ما اقول مين اصلا، يقول لي احمد الشيخ لعيب كويس لكن انا ممكن اديله مهام دفاعيه ما يعملهاش، فيبتدي يورطني في بعض المباريات. يعني في مدرب في مره بقول له ده احمد الشيخ نزل وجاب جون، قال لي طب ما تبص على الجون اللي دخل فيا، ما هو سبب احمد الشيخ برده. يعني هي كلها اراء فنيه، يعني بالسلب والايجاب. يعني بالسلب والايجاب، هو خلاص راح على النادي الاهلي بشكل، هو فري دلوقتي. صحيح. ينتقل الى اي نادي؟ السوبر امتى السوبر؟ عشان انا كلنا يعني لسه قبل الهوا بنتكلم ان في ناس فاكره ان السوبر خلاص يوم 10. لا، لكن السوبر الافريقي لغايه دلوقتي ميعاده امتى وهيتحدد امتى؟ واحنا كنا عارفين ان نهضه برجان بتقول لا انا مش هلعب في القاهره، لازم يبقى في ارض محايده. قصه السوبر الافريقي ماشيه فين؟ السوبر الافريقي اخر تصريح لسامسون ادامو مدير لجنه مسابقات في الكاف النهارده، اتكلم عن انه ما تمش تحديد ميعاد لمباراه السوبر لحد دلوقتي. هيكون في اجتماع لجنه الانديه بتحدد الميعاد وبتدي توصيه، ومكتب تنفيذي بيعتمد الكلام ده كله خلال ايام قليله. اعتقد انه هيكون خلال ثاني اسبوع من ثاني اسبوع او ثالث اسبوع بالكثير من شهر ديسمبر اللي احنا فيه دلوقتي. المباراة خلاص في مصر، ده ما فيهوش تفتكر. انت كنا بنتكلم على دلوقتي المغرب خاصة في يعني في السنة الأخيرة، وتقريبا تأثيرها بشكل كبير جدا على الكاف. تفتكر التصريحات الأخيرة لنهضة البركان انه لا مش هيلعب المباراة في مصر، وانه لازم تكون المباراة في أرض محايدة، ده ليها تأثير على الميعاد؟ هل هم كانوا بيفكروا فعلا في يوم 10 يعني التصريحات ديت، فقال لك لا احنا مش هناخد 10 هنأجلها شويه؟ تفتكر الجزء ده وارد ان يكون فيه تأثير هذه يعني التصريحات على القرار الكاف؟ لا، يوم 20 نوفمبر اللي فات كان يوم جمعه، صدر بيان رسمي من الكاف بنقل بطوله السوبر او مباراه السوبر الافريقي من الدوحه للقاهره، وده قرار نهائي لا رجعه فيه، مش هيتغير مهما كان. الاشقاء المغاربه على راسنا من فوق، وعلاقتنا بيهم طيبه جدا. حتى تصريحات مسؤولي نادي نهضه بركان وهي صدرت رسمي وحتى في الاعلام المصري هنا، لكن التصريحات دي لن تغير من الامر شيء، هو بس ميعاد المباراه هيستقر عليه الكاف، هيخطر بيه نهضه بركان والنادي الاهلي، والمباراه هتكون في مصر، وده قرار نهائي بنسبه كبيره هتكون في برج العرب بالمناسبه. يعني هي المباراه بنسبه كبيره يا في القاهره في برج العرب لسه ما تمش حسمها، لكن في النهايه انه في تاني اسبوع من ديسمبر ان شاء الله هيتم تحديد هيكون الميعاد اتحدد واتعرف، وهيتم اختيار نهضه بركان والاهلي بيه، والموضوع ده منتهي. لكن لا المباراه هتتنقل ارض محايده ولا ده كلام نهائي. ده كلام نهائي وكلام وقرار صدر من المكتب التنفيذي للكاف، الموضوع انتهى تماما، ما فيهوش اي نقاش ولا ممكن يتم تغييره. وهيبقى في برج العرب زي ما تم نقل اعتقد مباراه يا برج العرب يا القاهره، لكن اعتقد ان برج العرب اقرب، لسه القرار ما حسمش برضه، لكن في النهايه المباراه في مصر. ونهائي الكاس زي ما احنا عارفين خلاص، نهائي الكاس خلاص برج العرب. النادي الاهلي اعلن النهارده انه تم اختاره بان المباراه في برج العرب، اعتقد ده طبيعي. استاد القاهره فيه اصلاحات، استاد برج العرب من الاستادات الكويسه جدا. المباراه مش تبقى سهله برضه، مباراه صعبه، وفرقه طلائع الجيش فرقه كويسه، عندهم لعيبه كويسه، عناصر كويسه، مع مدرب كويس، لكن النادي الاهلي بيحضر اكيد، شغال. نتمنى التوفيق. يعني انا شايف انه ان شاء الله الفتره اللي جايه هتكون فتره كويسه جدا للنادي الاهلي، كمان احسن من اللي فاتت بكتير ان شاء الله باذن الله، نتمنى كده. وكنا بنتكلم في ردود افعال ما بعد مباراه القمه وردود افعال على مستوى مصر، شفناها مصر كلها اعتقد كانت موجوده في الشوارع بتحتفل حد يمكن وقت مبكر من الصباح، الناس كلها كانت مبسوطه في الشوارع جماهير النادي الاهلي. لكن لنا الصوره كمان بقى على مستوى جنوب افريقيا، كان الشكل عامل ازاي والناس تابعت المباراه ازاي وردود الافعال كانت عامله ازاي؟ يمكن يا كابتن هاني اول مره في حياتي اشوف حجم متابعه لمباراه نهائي دوري الابطال ما بين فرقتين من مصر او ما بين فريق مصري او في جنوب افريقيا بالشكل ده. انا كنت بتابع بشوف حتى على تويتر، ده اللي تقدر من خلاله تقيس الناس متابعه ازاي وقت المباراه، كلهم بيدوروا ازاي يتفرجوا بس مباشر، وشباب بيتفرجوا على الماتشات، الماتش بتاع الاهلي والزمالك. بخلاف كده
التعليقات طول المباراه، شغالين متابعين كويس قوي. كلام على موسيماني بقى بعدها على طول في الصحافه في جنوب افريقيا كلهم ركزوا على فكره ان موسيماني قدر ياخد دوري الابطال مرتين، وان ده رقم بالنسبه له مميز جدا، وان هو يعني نقل التدريب في جنوب افريقيا لمرحله ثانيه بانه تولى قياده النادي الاهلي، وانه قدر يحقق بطوله طيب. دوري ابطال افريقيا. بمناسبه الموضوع ده، موسيماني عمل رقم تاريخي وعادل رقم الاسطوره الجنرال محمود الجوهري لما اخذ بطوله ابطال افريقيا مع فريقين مختلفين، اخذها مع النادي الاهلي في 82 قدام اشانتي كوتوكو، وكرر الموسيماني كرر الانجاز انه خدها قصاد نفس الفريق برضه، لانه لما كابتن جوهري خدها مع الزمالك خدها قدام اشانتي كوتوكو برضه في 93. موسيماني خدها من الزمالك 2016 ورجع خدها من الزمالك 2020. بالظبط. هو وكمان عادل رقم الثالث بتاعهم، هما ثلاثه بس في افريقيا في التاريخ اللي عملوها، اوسكار فيلوني المدرب الارجنتيني الراحل قدر ياخد البطوله مرتين ورا بعض مع فريقين مختلفين، خدها مع اسك ميموزا سنه 98 ومع الرجال المغربي سنه 99. فاعتقد ان موسيماني كمان قدامه فرصه عظيمه مش هتتكرر تاني، لانه ظروف الموسم ده مش هتتكرر تاني ان شاء الله. نتمنى الكورونا دي تنتهي والدنيا تمشي مستقره. واخد ثلاث بطولات في جنوب افريقيا دلوقتي، اتحسبت له بطوله دوري، واخد دوري ابطال افريقيا قدامه نهائيين ان شاء الله يكسبهم، يبقى خد سبع بطولات في موسم واحد. لا انت كمان بتتكلم على انت ان شاء الله باذن الله بطوله افريقيا، خد يعتبر جزء من الدوري هو اشترك فيه طبعا، يبقى دوري ابطال ان شاء الله، ياخد كاس ان شاء الله، ياخد سوبر افريقيا، يبقى خد اربع بطولات، يتحسب له اربع بطولات هنا في مصر، وثلاثه في جنوب افريقيا كمان في نفس الموسم. انا بتكلم على مستوى النادي الاهلي، انت جاي اربع شهور بتاخد اربع بطولات، متحيز قوي، متحيز النادي الاهلي طبعا. عمر بجد كانت فقره مميزه جدا جدا جدا، استمتعنا بيها، وان شاء الله الاسبوع الجاي تجيب لنا كمان حاجات الناس بتستمتع بيها وتستناها طبعا. محضر لنا ايه بقى الاسبوع الجاي؟ لا خليها مفاجاه برضه. شكرا جزيلا. شكرا كابتن هاني. شكرا ليك يا عمر. وبعد الفاصل ان شاء الله اثنين من نجوم النادي الاهلي، الكابتن مدحت رمضان والكابتن الكبير محمد حشيش، بعد الفاصل.